الإجراءات الاستثنائية تقريبا هزتنا أيضا لخرق قانوني آخر، هي مثال الإجراءات هذه اللي خليت القاضي بشير العبيدي اليوم تحت الإقامة الجبرية. أنا حاب نسأل كيفاش يمكن أنه يوضع قاضي تحت الإقامة الجبرية وهو مازال متمتع بصفته كقاضي؟ كيفاش يمكن باش تحط قاضي في الإقامة الجبرية وهو غير مشمول بالتتبع الجزائي؟ النيابة ما زالت ما فتحتش الملف نتاعه تابع لقرار مجلس القضاء العدلي. كيفاش يمكن وضع قاضي تحت الإقامة الجبرية بصفته رغم أنه يرجع بالنظر لمجلس الأعلى للقضاء، مما خلى ربما قاضي فاضل كما أحمد الرحموني يعتبر ويقول أن قضاءكم ودولتكم وحقوقكم وحرياتكم هي الآن تحت الإقامة الجبرية مش بشير العدل؟ شوف، المشكلة في تقديري هي التالية: ثم القرار والتداعيات المحتملة للقرار. القرار لو وصفته باعتبار كان ضربة سيف في الماء، لأنه حتى لو افترضنا أنه ثم تتبع جزائي ضد القاضي هذا، حتى لو افترضنا أنه ثم تتبع جزائي ضد القاضي في النتيجة هذا، فإن الإجراء نتاع الوضع تحت الإقامة الجبرية اللي هو تم بناء على أمر الطوارئ بتاع عام 78 لن تكون له أي تبعات قضائية على وضعه القضائي. واحد، ولكن يكرس الحد من الحرية. أنا جايك. لن تكون له أي تداعيات على وضعه القضائي. وفي نفس الوقت انه هالقرار هذايا هو قرار اداري وقابل للطعن امام المحكمه الاداريه، وهذا اكده لي فني الاستاذ قيس البرتاجي احد المحامين معناها المرموقين في تونس. اذا يجي السؤال، لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟ هو واضح انه قرار سياسي حب يتعطاه كهديه لكسب ود جهه معينه اللي هي ضد هالقاضي هذا. هذا فيما يتعلق بالواقعه. طيب فيما يتعلق بالتداعيات، انا اعتبر انه القرار هذا يشكل في اكبر خطر على استقلاليه السلطه القضائيه. ونستغرب كيفاش لحد الان المجلس الاعلى للقضاء والقاضي السيد يوسف البوزاق رئيس المجلس الاعلى للقضاء لحد اليوم فنتي ما خذاو حتى موقف معناها قوي تجاه القرار هذا. ليش؟ لانه في سكوتك اليوم عليه انت تشرع في قدوه في انه اي قاضي يتجرد من المكانه القدسيه نتاعه بين في قوسين كقاضي، لان احنا في نجل القضاء ونجل القضاة وينحي في كل الحصانه اعطاها الدستور للساده في القضاة. وما نخزوش لليوم قيس سعيد، غدوه اي حاكم يجي حاجته في باش يستهدف القضاء واستقلاليه القضاء في والقضاة ينجم يجي القاضي اللي مثلا يحب ياثر له على قراراته ولا ما يساعدوش ولا كذا، بكل بساطه وبكل اختصار يعمل له في قرار نتاع وضع تحت الاقامه الجبريه. هنا مثلا انا كنت نتمنى، والاستاذه فني اميمه فني قبيله جست توضيح فني صغير، هنا انا فني كنت نتمنى التدخل نتاع الرابطه بما عندها فهمتي من الرصيد، ما عندها فهمتي من بعد نظر للمستقبل. أنا حكيت على الوضع اللي وقع في الوطن القبلي، ما قلتش الرابطة تتدخل في العركة وأنتم باش تستناو أنتم نجيكم شكاية، لا لا، أنا هذا أعطيته فني مثال لحالة الاحتقان اللي موجودة في البلاد، واللي معناها البلاد ما عادش الناس قابلة للاختلاف في الرأي، واللي الاحتقان هذا الفتنة وسط داخل العائلات. فالرابطة فني مطلوب منها في دور أنا باش تتدخل باش تنبه إلى الخطر فهمتني هدايا، وخاصة أن الرابطة هي بيدها كانت ضحية، وأنت تفضلت بذكر معناها فهمتني مثال نتاع هالتهجمات انت هذايا والتجيش اللي استهدف معناها رابطين واستهدف مسؤولين فيها، وكان ضروري انه الرابطه فهمتي باش تنبه لخطوره الانزلاق في هالمسار هذايا. اذا نعاود فهمتي نرجع اليوم، الخطر كل الخطر هو انه مثل هذه فهمتي القرارات غدوه فهمتي اي قاضي راهو ينجم يلقى روحه فهمتي في وضعيه نتاع يوضع تحت الاقامه الجبريه بقرار سياسي. اي قاضي اليوم ينجم يجب يكون في مطلوب منه انه فهمتي باش يتخذ قرارات انت معينه في ملفات اللي هو فهمتي قاعده في تحديده، واذا كان ما يتخذش القرارات هذيك نجمه فهمتي بنفس المنطق هذايا نحطوه تحت الاقامه الجبريه فهمتي في داره، وقتها وين ما عادش باش نقول وين استقلاليه القضاء، وقتها باش نقول وين القضاء.